نفسها بتتكلم، هتفهمك وتقنعك باللي بقوله. تقدر تقولي انا متجوزه مين فيكم؟ ولزقته لينا ليل ونهار، في مصر معانا، ولما صايف في اسكندريه معانا، رجله على رجلنا، بياكل ويشرب ويتفسح معانا، ناقص كمان ينام معانا. ده مش معقول يا عمر، مش معقول. اللي مش معقول اني استغنى عن اسماعيل يا فاطمه، استغنى عن اخويا وحبيبي اللي معاشين العمر ده كله، ابو السباع اللي كان بيحميني من الطلبه الكبار وانا صغير، اللي كان بيتخانق معاهم علشاني، اللي علمني كل حاجه في الدنيا. الله، ما تستغناش عنه، لكن ابعدوا عني، ابعدوا عني. ليه بس يا بابي؟ ده بيعزك قوي قوي والله. لكن انا بكرهه، بكرهه قوي قوي والله. بس اهدي واسمعيني، خدي بقى، خدي خدي خدي، ده سمعه صاحب فضل عليك انت كمان، ده فهمني عنك حاجات خطيره قوي. فهمك ايه؟ حللك نفسيا وبيعالجك من غير ما تحسي. هو قال لك كده؟ ايوه. انت ناسي ازاي كان باباكي ومامتك بيضربوكي وخوفوكي؟ عشان يربوني كويس. كانت النتيجه انهم شلوا تفكيرك، خلوك تخافي تتصرفي بنفسك وتعملي اي حاجه، حتى لو كانت صح احسن تغلطي. وحتى لو مره غلطتي غلطه صغيره قد كده اهو، كنت من خوفك يتهيألك انها جريمه كبيره قد كده اهو، وتقعدي تصلي عشان خايفه من ربنا مش عشان بتحبيه. مظبوط ولا لا؟ اوعي تتكري، اوعي اوعي اوعي. مظبوط. وحاجه تانيه كمان، انت من صغرك زي ما قلتي قدام كان ممكن تقعدي مع واحده صاحبتك اللي مامتك موجوده معاكم، كان ممكن تلاقي لهم فستان حتى تشتري اي حاجه عايزاها بنفسك، ولا مامتك هي اللي كانت تجيب لك كل حاجه، حتى السينما كان لازم باباك يروح يتفرج على الفيلم قبله وبعدين يخليك تشوفيه، مش كده؟ ماما وبابا كان قلبهم عليا. ايوه، لكن طريقتهم دي خليتك ما عندكيش شخصيه، ما تقدريش تعتمدي على نفسك في حاجه ابدا. ده انا لما اتجوزتك ما كنتش تعرفي تفصلي بيا حد. انا دايما كده، بتكسف بتكسف. ما بتقدريش تقولي لا ابدا. ما انت زيي يا عمر، بتتكسف وملكش شخصيه ابدا. عشان كده انا وانت محتاجين اسماعيل، هو اللي علمنا وبيعمل لنا كل حاجه في الدنيا. هو مين اللي اجر لنا الشقه دي في اسكندريه والكبيره؟ مين اللي علمنا نلبس ونقعد مع الناس؟ واكتر من ده كله، انت عمرك شفتيني قبل ما اقدم لك الشبكه؟ ابدا. تعرفي مين اللي اختارك زوجه ليا؟ مين اللي جوزني ليكي؟ هو اسماعيل سمع ابو السباعي وفيه. كتر خيره. اديك قلتيها، احنا نقدر نعيش من غيره؟ احمدي ربنا ان لنا صديق وافي مخلص زيه. انت غلطان غلطان، اسماعيل مش مخلص، مش وافي زي ما انت فاكر. اسماعيل مالي يا وفي؟ اتكلم. ما اقدرش اتكلم، ما اقدرش اتكلم. طبعا ما تقدريش، هتقولي ايه على سمعة؟ حق كله لاسماعيل، ده لو طلب حياتنا لازم نديها له، واكتر من حياتنا كمان. اهو كده، برافو عليك. يلا بقى يا فافي البسي، اسماعيل زمانه جاي، عازمنا النهارده على السبق. وعشان ترضي ابو السباع وترضي ضميرك، البسي الفستان الازرق اللي بيحبه. يلا يا فافي، يلا يلا يلا.